عادي انا راضي على نفسي. لا لا بحر ابدا ما في حبيبي المسلسلات فيها كذا كلها علن. المسلسلات هذه لا هذه قدر الواقع. يا الله في سيحتك يا رجل في ريحه تحريق بس فيك. سلام مريض. صباحك الله بالنور. سلمى خلاص هدايا هدايا شغلتونا ترى. جايه شخصين عزيزين. الرسالة الأولى تقول ها نحن نصل على نهاية إنجاز يضاف إلى رف الإنجازات، يحق لك أن تفتخر بما تقدمه وتسعى لتحقيقه، كنت مجتهد وكنا السعداء. من تتوقعون هدية لمين؟ مين ومين؟ عند مين؟ مين ومين؟ دقيقة مين ومين؟ مين ومين؟ مين ومين؟ طبعا مشرفاته. أقول اسم مشرفات؟ وين صار مشكلة؟ طبعا مشرفات دعمك نوال وريم ارسلوا لك الهديه هذه يا سالم جديع تستاهل يا حبيبي. وهذه الورده طلع صار تحدي هدايا. لا بكره جيبوا لي بقره وكيكه وكيكه مكتوب فخورين فيك عشقتها وجايبين لك قهوه. والله طبعا القهوه هذه قهوه هذه ظهر لها يومين اي يطلعونها لنا من امس نشحذهم بس طلعناها غصب لك ابو جديع طيب معايا اولا معايا يا شباب خلي بيتكلم ابراهيم 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 خليه يتكلم تفضل هنا هنا لك الكاميرا هنا تفضل اولا اولا صلوا على النبي يا ربع اللهم صل الله يبيض وجيهكم جميعا مشرفات جروب الدعم نوال وريم الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم ويسعدكم مثل ما سعدتوني واقفين معي من بدايه البرنامج ومنهم اللي قبل البرنامج الله لا يهينكم ويطول اعماركم وباذن الله اني قدمت الشيء اللي ينال على اعجاب الله سبحانه وتعالى ويحسب عند الله سبحانه وتعالى يرضي الله سبحانه وتعالى ينال اعجابكم وبيض الله وجيهكم ولا لا وجهك يا حبيبي شكرا. أوه. طيب تستاهل يا ابو جديع الله لا يوفقك معايا يا شباب اسلم هذه شوف هذه اول مره احمل هديه اقول اول مره احمل الهديه يعني ونقدمها لشخص تمام لكن تتوقع حقت عبد الله حربي يوم جبتها لا قدمتها انت الكيكه طيب لا انت اللي جايبها طيب لسعود علوش اقول الله ممكن احد احسب مركز دقيقه لا لا تطيح لا تطيح لا تطيح انا اقول الله ممكن احد احسب مركز لان سعود متعود على هدايا تمام سعود اكبر هديه يقول ابدعت طيله الايام الماضيه شعللت البث وحضورك فارق كعادتك عودتنا على حضورك الجميل خفيف ظل على البث أحببت الجمهور فيك بفترة قصيرة وتأكد أن جمهورك معك وداعمين لك في كل حين لا تضيق وراك من يدعمك دائما وأبدا استمر على حضورك وطاقتك الحلوة وننتظر منك دوما المزيد من فريق دعمك أبشر وأسعد طبعا آخر الأيام 24 ساعة ما قلت 24 ساعة طبعا باقة ورد وكيكة وهدية الكيكة جروب دعمك اكرم سعود بن علوش لا لا واحد اثنين ثلاثة ايه واحد اثنين ثلاثة سعود بن علوش الى النهائي من اخوانك وانا بنت علوش حي والله سعد بن علوش وسعد بن علوش سعد نفرق روحي الله يطول عمارك ما ادري احلام العصر الله يطول عمارك هذه بس سعود بنت ما لازم بالله لون الورد تتحرك ذي تتحرك اي جروب دعمي ذوي والله ذوي طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء كل هذا بفضل الله ثم من فضل دعاء الوالدين ثم من جمهوري وربعي ما قصروا وقفوا معي من البدايات يا جماعه انا قاعد اتكلم جمهوري الله يبيض وجهه وقف معي من البدايات اكبر داعم لي هو ابوي الله يطول بعمره علوش صفقه لعلوش يا شباب اكبر داعم لي هو ابوي علوش بن فالح بن غضيان السبيعي هو اللي قبل ذلك كان رافض فكره دخوليتي البرنامج واقعي لكن بعد ما شاف الوضع شاف الدنيا كيف فقال ادخل هو اللي دعمني في كل شيء الله يبيض وجهه وكذلك كذلك الوالده وماك داعي رد فلفت وتحطه في خشمي مثل الله رد فلفت الله الله يبيض ايه فالله يبيض وجيههم ان شاء الله نحسن ظنهم تستاهل وما ادري ايش اقول بالضبط لكن تستاهل تستاهل مو بصنفره يا حبيبي مو بصنفره مو بصنفره وابشر ان شاء الله ف برا برا كل شيء برا بس سو كذا ذك يمين بالله خرافي يا عيال يا خربت خربت الكيك خلاص دقيقه لا سيد لك شوي تكفى ممكن 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 في ملاعب سيد لا في ملاعب في ملاعب ولا شو اسمه وهذه هديه ملاعب وملاعب حبيبي مسوي فيها دقيقه يمينك يمينك يا هذه هديه عطني خلنا نحمل الحلقه اعطوني اعطوني ملاعب
الله شوكلت شوكلت. اقول جروب دعمك اكرم من جروب دعمك. ليه جروب دعمك ايش سوى؟ جابوا لي قهوه. في تحت 500 شيء. ايه خلاص خلاص. لا 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 حط لك جوال. لا تكلم احد. تستاهل يا ابو علوش تستاهل. حلوه ذي ها؟ عز الله انك رجال كفو مجمل مبدع. يا اجرب امسك امسك. اقسم بالله انك رجع هذه هالته ورب البيت عشقتها. عيال الكيكه حقي مضينا اول واحد اكلها. يلا تعال. سم سم. ها. وجهه كله احمر لي. احمر وجه والله. احمر عين. احمر عين. الله الله. اسف اسف. الله. لذيذه. تعال تعال تعال. لا لا هذه لذيذه. ها من كيكته. يلا خليها تصب لك قهوه. ولا توكل. ها؟ صح نسيت. امسك امسك اليسار. سام نسيت انا اسف. يعني ترى محدوده. طبعا واحد كوب لي انا جايبها. اخر لقمه اخر لقمه اخر لقمه. البطاقه البطاقه طبعا جاملوني ياكلوا من كيك. اخوك ياسي والله ما شفناها. شور والله بس عجب جديع. انت عاد ما يحتاج عزيمه ما شاء الله. صح والله اني ما اكذب ناصر غامدي من نص مو صيني والله. والله العظيم ورب البيت. ودي ودي انا ودي انا شبك ناصر شبك نظامكم تضبيط الضباط. تضبيط الضباط تضبيط الضباط. رح رح ودي ودي الحين قهوه. ودي له قهوه. ودي له قهوه. ود له قطعه شوكولاته ملعقه. لا ود له هذه كامله. اصبر باكل. ود له الكيكه ذي كامله. اصبر يا ولد. ود له الكيكه كامله. والله ود له الكيكه كامله. اي والله خلاص يا اصرح. وملعقه وملعقه. خليني ادخل شاي تاكله. افتح الباب تجي تجي لحد جاك. هو قال ابي والله. اي والله. يبي عيال ود له. والله قال. خلاص. خلنا اشرب. ملاعق لا لا. اشرب عطني. حقت نظام. تعال يا لبه تعال. تعال ارجعني. يغارون منك هذول العواد اللي اعطني بدي اشرب معك. يا عيال مجاع انتم حبيبي قهوتي. هاي من قهوتي. خلاص هذه هذه خلاص خلاص شوي اعطيك بس شوي بس شوي اعطيك. يا هاو يا انت كنت مسؤول عن لوش. يا ابو لوش يا العافيه تستاهل كل خير. تستاهل الطيب لابو قلبك. سلم سلم جربه جربه يا اخي. بتروح ورب البيت ذي شنيعه. عود لبيه تبي ادري نايف ايش اسوي اسوي له امش ميه. انت ايش اروح سعود سم عشان صب لي فايز سعود صب لي شو سوى شو سوى حط معك دقيقه دقيقه لقمه 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 خلاص فايز تحسب لي كيكه ها؟ بسم الله اني عشان قل جرب جرب ميكس خذيه وحطه على القهوه. هذا اللي طلع اليوم يرجع الاول والي والو تصرب بمينك يا ولد صح بس ايش قاعد تسوي؟ نصور تعال ناصر تعال بسرعه فارس فارس عني فارس فارس تعال ابغى اضغط اكس اوف اوف كيكه حمراء من؟ انا يا قلبي لا فيها يا ما تبغى اس حنطه ولا اكلها ايش معنى اس؟ اسود الوش ما دخل خبي هاي لا انا ابغى بدون كاتشب بالله حط لي من ده عطني عطني خليني اس هادي. ايش حالك هزيت كبدك؟ شرك الحال شلونكم؟ يلا مرحبا عشان كل شيء عشان هذه تطبق على هذه هذه تطبق على وين اللي جمعنا؟ هذه شو غلط هذه؟ صح؟ لي كلها كذا عادي؟ ها؟ تبي كذا انت؟ سادة؟ جعلها في دراسة ما يصير يصير لعيونك ايه تلعبوني معكم ولا 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 اخرب ملعبكم؟ خربا ولد لا تحطون عليها كلها كذا وين اللي سيف حذف علي يلا نصها كاتشب نص هذي هو اللي لبيك حذف علي الموضوع اللي حطيته تحت الموضوع عمره عمره كيس باقي في شيء ولا خلص ها ها حبيبي يا الله